إذن شاعر حسن كديش يعتبر من شعراء اتهام المشهورين. قصيدة الناقة الآن صح؟ يلا تمام. قصيدة الجود. قصيدة الجود. اذكر مناسبة، اذكر أول شيء مناسبة. فيه واحد طبعا كان معه معصرة، هو الناقة حقه كان يعني مثقلة شوية لأنها يقولون جنب حامل. أيوة. فقام أخوه جد له بناقة واحدة من أربع نوايق كان معه. أيوة. من أجل أنها تنفعه. موجودة أيوة. فأعطاه ناقة جود من عنده يعني. فقلنا. فصجلت هذه. أثار بلادنا بالخير حية. حية. وفيها ناس لا قالا وفية، وإذا جادن تلاقيها سخية ما حدها جود مثل مجود فيه. مثل مجود ليه في تل أيام ومنادم في حاجة ورم 20 في الدنيا طجاجة، ما حدها جود لمثاني بدجاجة ولا حد يعطي لمثاني هدية. هدية الله أكبر. أثار مجود بل ما جود عبده. عبده يجود بكل شيء ما جود عنده، ولا يتعذرك في الصبح بعده وياهب ما هبيه بطيب نية. أثار مجود له أصل ومنبع، وناس أسسوا لمجود مطبع تجود، وكل رأس المال أربع شوارف تي إشي تقطع بتيه. تي تقطع بتيه. أساس مجود بالماجود عبده، يجود بكل شيء ماجود عنده، ولا يتعذرك في الصبح بعده وياهب ما هبيه بطيب نية. تجمل مرة في صنوة وهبيله رغوث لالتهمها تستويله. سيره. تحمل له وتأصل له شليله، ولو في ضرعها شرب شربة هنية. فرح صنوة ومن مثله شيء يفرح. ولو وعود يشتري مخضر ويطرح، وطول يوم في حاسيه يبرح ثلاث أيام لمناقة قوية. ثلاث أيام؟ لمناقة قوية. الله الله. شبعها ومش على باله يحمل، ولبنها كما جاء دبه يكمل. وما هذا الشبع إلا مأمل في يوم المضنكة حل القضية. لأن المثقلة لازم تقصر. أكيد. سقى الله يوم تلناقة هتعصر. ولازم قبل ما تعصر تأثر وتتعلم لها شوية شوية. دعي لابنه هات مناقة وقرب. قرب. ويا عصار قوم ركب وجرب. جرب. صبرته من كثر صبري شغرب. رويدا علموها يا بني. لا إله إلا الله. ولما تقرب راح نجيافة. أبو خلال. وقاموا الناس بالقوة دفافة أمانة فتقوا بعض الدهافة، وذاك الروسي ما عادوا شنية. أبو بني. وحطا جنبها في مقاع سبحة. رجها رجها. ولما تقرب راح نجيافه ابوك لا وقاموا الناس بالقوه دفافه الله. امانه تفتقوا بعض الدهافه، وذاك الروسي ما عادوا شني يا اقل حلي. وحطا جنبها في مقاع سبحه كبير وعودا في مقاع ربحه. ابو بني ما تستاهل على هذا لذبحه، وتستاكل على مدرسني. الله الله ما تخمدش. ضرب ظهرها وناس لطامه، وناس لدنها حطوا قضامه، وراعيها شخف قومي قيامه تقومك يا خزل خس القنية. تستاهل خس القنية ها. وصبح ضربها ظلم وخسارة. خسارة ما يشكيهاش بس يشكي مجفارة. أبوي إذا هكولي فانتاقوا العصارة معاكم حق لفعلتهم كذي. وفي انصاصم ليالي وهم سرايه، وناس تدعس وناس سقايه، تلاقيهم يحطوا لك شكايه، وكم يضلع في قدرة حم ضحية. وبن من بعدها من كل حجة، ودارا آدمي قبلت عجة، وخافوا من عواقبها تطجة، وما يتكذبش فيها تلبلية. ولكن ابنها مسكين والف علم عصار ويعقع لهم لفالف، وممو طبعها أنا أخوك تالف، وواجب بيعها في سوق الحية. حية الحية لأجله عودوا رعيان واصل، وراها تفاسخا كل المفاصل. أثار بيوت ناخوكني ناصل، وبعض الجود يهب لك. لا ريه 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 سلامتكم.